بأي مصدر أدرس التشريح؟ سنيل، مور، غريز، ولا شنو بالضبط؟ نتر؟ خلنا نشوف. مساءً شباب بنات كل قاعد يتابعون. اليوم إن شاء الله راح تكون محاضرتنا أو هذا الفيديو راح يكون عن شنو نوع المصدر أو شنو هو المصدر اللي أستخدمه بدراسة الأناتومي. للي ما يصبرون ويعتقدون دائما أو يقولون أنه الفيديو دائما طويل، فببساطة أنه أي مصدر راح تعتمد فهو بالنهاية راح يوصل لنفس النتيجة، لأنه هاي المعلومات كلها نفس الشيء. بهذا المعنى أنت تخيل هو جسم البشر راح يبقى واحد، وكل المصادر مثلا سنيل أو مور أو غريز كل ذني المصادر أنه راح توصلك للنقطة، لأنه أنت راح تأخذ كل المعلومات اللي تحتاجها كطالب طب. ولكن أكو مصادر تعطي تفاصيل أكثر بعد، أكو مصادر طريقتها بإيصال المعلومة مختلفة، أكو مصادر أنه تلاقي بيها شغلات إضافية ما موجودة بشغلات ثانية، أكو مصادر لا أنه ما تلاقي بيها هاي الشغلات الموجودة بمصادر ثانية. فأكو فرق، هي بالنهاية مؤلفين، بالنهاية ذول المصادر ألفوها مؤلفين، فالمؤلف يكون بوجهة نظره أنه يضيف هاي الشغلة أو يحذف هاي الشغلة، فهذا حسب هو رأيه. بس بالنهاية أنه كل المصادر راح تتفق على نقطة معينة، أنه هي راح تدرس الجسم البشري بتفاصيله بهذا المعنى، بما معناته أنه كطالب راح توصل تقريبا كل مصادر لنفس المعلومات، ولكن أكو فروقات. أحيانا إحنا نلجأ لمصادر مختلفة، مثلا أنت تكون معتمد على مور تروح تلجأ مثلا لسنيل، أو أنت معتمد على سنيل وتروح مثلا للريز، تحتاج فد معلومة معينة ما موجودة بسنيل. فبالنهاية أنه يمكن ما راح تقدر تماما تعتمد، إذا أنت تريد تدرس بتعمق ما راح تقدر تعتمد بثمانية، يعني ما راح تقدر تعتمد على مصدر واحد فقط، تحتاج أكثر من مصدر. ولكن إذا أنت طالب تريد بالنهاية توصل نفسك لمستوى أنه أنا كطالب فيمكن سنيل يكفيك، ويمكن أي مصدر واحد يكفيك، تمام ماكو مشكلة. ولكن اليوم أنا اللي أريد أسويه هو أنه أعرض الفرق أو أقارن ما بين المصادر بس، مو أكثر. هذا اللي راح أسويه، وراح أطرح وجهة نظر معينة راح تستفيدوا منها إن شاء الله. تابع الفيديو. مثل ما قاعد نشوف أن هذه راح تكون مجموعة من المصادر. طبعا أنا شخصيا مثل ما قاعد أشوف يعني أنه سنيل، مور، نتر، غريز، وأكو مصادر معينة راح أتعرف عليها اليوم. بالنسبة لي صراحة أنه أحب أبلش بمور ونتكلم شوي عن مور. كل المصادر طبعا بغض النظر مور أو سنيل أو غريز كلهن راح تبلش بالأول بالجنرال أناتومي أو إنترودكشن تو أناتومي، بتسميات راح تعطي تسميات مختلفة ولكن كلها راح تتفق على فكرة أنه هي إنترودكشن. بمور يسميها تسمية معينة إنترودكشن تو كلينيكالي أورينتد أناتومي، ولكن هي بالنهاية راح تكون نفس الشيء. احنا هذه المصادر اللي راح اعرضها اللي هي التكست بوك كتكست بوك راح تكون ثلاثة، وكلها كلينيكال اورينتد، يعني كلها راح توجهك للسيرجري. بهذا اكو مصادر مو كلينيكال اورينتد، احنا كطلاب طب ما راح نعتمد عليها، راح نعتمد على الكلينيكال اورينتد. فبما يخص مور بالاول يعطيك مقدمة غنية عن تشرح جسم الانسان، انه يتكلم عن النيرفس سيستم، يتكلم مو بطريقة بسيطة لا، يعطيك تفاصيل هواية كجنرال فقط، يعطيك تفاصيل هواية، وهذا الشيء ايجابي لانه انت راح يكون عندك نظرة مو بالقليلة، وهذا الشيء راح يعطيك معلومات إضافية، معلومات قوية، يخليك قوي، يخليك يعني معلومات اللي تاخذها أنت متأكد من عندها. هاي الميزة الأساسية بمور، إنه بتفاصيل كثيرة بالنهاية أنت راح تنبني معلوماتيا بطريقة صحيحة وبطريقة قوية. بنفس الوقت إنه مور لغته بسيطة، لغته بسيطة، ما بتعقيدات التزويغات اللغوية، لا لغته بسيطة. أنا بحث يعني أنا أكو صفحات تمر علي خمس دقائق كلش كافي أنه هاي الصفحة كلها أقرأها خمس دقائق، لأن يعني اللغة مالته بسيطة وسلسة، ويعتمد وتيرة واحدة باللغة، مو كل شوية مثلا مغير شيء. طبعا هو أغلب المصادر هيك، ولكن أكو مصادر لا أنه تحذف بعض التفاصيل، من تنحذف بعض التفاصيل الصغيرة يصير صعب ربط الفكرة. هذا الشيء واجهته ببعض المصادر صراحة. بهذا المعنى فمور راح نشوف انه
الأمور ببساطة مثل ما قاعد نشوف هذا النيرفس سيستم، هذا النيرفس سيستم ياخذ عنه تقريبا 20 صفحة فقط عن النيرفس سيستم، وهو هذا أطول شيء موجود بالجنرال أناتومي، لأنه النيرفس سيستم مهم، احنا راح نحتاجه، هو راح يكون عندنا محاضرتين فقط عن النيرفس سيستم، وراح تكون غنية محاضرتين وطوالها مادين إن شاء الله. طبعا أنا شرحت لحد الآن 7 محاضرات وبقى 5 محاضرات إن شاء الله بالطريق. هاي نقطة. النقطة الثانية، نتجه إلى الأبرلم. الأبرلم بمور بشكل، طبعا راح أتحدث شوي أكثر عن مور لأنه أنا دارس بمور، فلهذا السبب يعني راح أتحدث أكثر عن مور، ولكن مو معناته أنه أنا ما مطلع على باقي المصادر، لا مطلع عليها، ندرس بكريز، وصراحة كل نقطة ما عجبتني بكريز فحولت إلى مور. بمور راح تلاقي أنه كمية من الصور كافية، كمية من الصور كافية، ولكن مو معناته كثيرة وكبيرة، لا كافية تكفيك حتى تفهم، بس تفهم فهم مبدئي عن طريق الصور. راح تحتاج إلى مصادر أخرى بالصور بكل الأحوال، بأي مصدر راح تقرأ من عنده راح تحتاج أطلس بهذا المعنى. فمور أو بالأول يبلش بشنو من ناحية الأبرلم؟ طبعا شلون راح يبلش؟ لو تلاحظون أنه الوصول السريع بمور أيضا شيء لطيف. فطبعا أول شيء يشرح بالأول الباوندريز، يشرح انه شنو اجزاء الابر لم الى اخره. بعدها ياخذ البونز بشكل تفصيلي، كل البونز دفعه واحده ياخذهن، وياخذ كل شيء عنها حتى كلينيكال كورليشنز والى اخره. وهاي كلينيكال كورليشنز او ايضا يسمونه بلو بوكس، البلو بوكس فهو شيء جدا مهم، يربط المعلومات الاساسيه مع الكلينيكال. بعدها راح ياخذ السوفت تيشو، ياخذ بالاول مثل ما قاعد نشوف هذه اللي اخذنا عنها محاضرات، محاضرة كانت عنها، وبعدها يحودنا إلى العضلات والفيسلز والنيرفز وإلى آخره بهذه الطريقة، وبالأخير الجوينتس بعد أنه أنا حويت كل المعلومات اللي أحتاجها. هذا الشيء هذا الترتيب مو موجود بكل المصادر. فهسه من مميزات مور مثل ما شفنا، خلينا نعددهن بدون ذكر أرقام. أول نقطة أنه هو بترتيب تنظيم قوي، تنظيم قوي بصور بكمية كافية، الطريقة اللغة مالته سهلة سلسة، تفاصيل اللي يعطيها تساعدني على الفهم، مو تدوخني، لا تساعدني على الفهم، وهذا الشيء مهم. اكو احيانا مصادر تعطي تفاصيل تدوخني، اكو مصادر لا تعطي تفاصيل تساعدني على الفهم، تساعدني على ربط الافكار، وهذا الشيء مهم. صح مور بكمية كبيرة من المعلومات، ولكن بالنهاية الربط مالته حلو، يربط المعلومة بطريقة حلوة. هذا كان كل شيء عن مور حتى نتحدث أكثر، فنقول للمور باي باي. نجي لجريز. جريز طبعا أكو منا شيئين، جريز أناتومي فور تيشرز، جريز أناتومي فور ستودنتس. فور تيشرز هو عبارة عن 2200 صفحة، 2300 2252 صفحة بالضبط. هذا جريز فور تيشرز به معلومات كثيرة، حتى بي امبريولوجي وبي هيستولوجي وبي هواي شغلات، بس هو اناتومي، يعني هو بشكل اساسي اناتومي، ولكن من اسمه فور تيشرز يعني بي كل شيء. احيانا مثلا الباتلا ما راح تلاقيها بمور، راح تلاقيها بجريز اناتومي فور تيشرز، حتى فور ستودنتس ما راح تلاقيها بي، بس ما راح تلاقي بي الباتلا، راح يتحدث مور ما متحدث عنها، هذه يعتبرها معلومات للتيشرز مو للستودنتس، فهذا بشكل اساسي. عندنا طبعا جريز اناتومي فور ستودنتس، مثل ما قاعد نشوفه تقريبا نفس ترتيب مور ايضا بالبدايه، طب مثل ما قلت انه كل المصادر تعتمد هذا الشيء بالبدايه. اول شيء ياخذ انترودكشن، نسميه هنا ذا بادي، ذا بادي يعتبر هالانترودكشن. بعدها ينتقل الى ريجنال اناتومي، فياخذ مثلا نجي على سبيل الابر لم، باعتبار انه المحاضرات الاكثر الان الموجوده على القناه من ناحيه الاناتومي هي ابر لم. فمن ناحية الأبر لم ياخذها بطريقة معينة تختلف شوي عن مور، يعني ياخذ بالأول الشولدر ريجن، ياخذها كلها هي والبونز وكل التفاصيل، بحيث انه الشولدر، طبعا الشولدر يحتوي على البروكسيمال اند اوف ذا هيومرس. من نجي مثلا بالشولدر اخذها، بعدين يوصل للالبو، بالالبو ويعني بتكمله بالارم كذا، راح ياخذ الجزء الثاني من الهيومرس، بحيث انه انت الهيومرس بدايته راح تلاقيه بمكان بعد صفحات يلا تلاقيه تكملته،
بهذه الطريقة. صراحة هذا الشيء ما عجبني، لأنه بهاي الحالة أكو أفكار معينة راح تروح، وأكو يعني معلومات كثيفة بنفس الوقت، وراح يغيب عن بالي بعض النقاط بعض التفاصيل اللي أنا اهتم صراحة جدا بتنظيم المعلومة، لأن تنظيم المعلومة يساعدني جدا على الفهم والحفظ. فلهذا السبب صراحة أنه جريز درست بشوية ما عجبني، بس مو معناته أنه أنا ما أرجع لجريز، لا أحتاج لجريز. وين أحتاجه؟ جريز بصور حلوة، الصور مالته حلوة، الفيجرز مالته حلوة وغني بالصور وصور توضيحية، بحيث انه احس بلحظات معينة او بحيان معينة يعني انه انا ما اقدر استغني عن جريز بناحية الصور. بهذا المعنى فاشوف نفسي انه ارجع له. طبعا بعمل الفيديوهات اهم شيء، لانه يعني بالنسبة لي افهم على امور يكفيني من ناحية الصور، بس تعمل الفيديوهات احيانا احتاج ارجع لجريز بهذا المعنى، وايضا للفهم العميق انه لازم اربط ما بين الافكار. بهذا المعنى هاي الجريز خلصنا من عنده، نروح لسنيل. سنيل طبعا تعتمد عليه تقريبا، على ما اعتقد انه كل جامعات العراق تعتمد على سنيل. كفكرة مور انترودكشن عبارة عن 70 صفحة، بجريز انترودكشن عبارة عن 33 صفحة. قاعد نلاحظ الفرق بمور، تفاصيل اكثر، كلام اكثر. بس يمكن تلاقي مثلا بسنيل وبمور ونفس المعلومات، بس سنيل مختصر، يختصرك شغلات ما يقولها، يعتبرها انه ما لها اهمية، المهم انه تتركز على الافكار الاساسية. وبمور لا، يعتقد انه انت لازم تركز على هواي اشياء وتصف الفكرة، مثلا انه في اجزاء معينة يصفها ويصف اشكالها او يعطيك اسماءها باللاتيني ومعنى اسمها والى اخره، هاي التفاصيل المعينه. طبعا هاي التفاصيل انا بالنسبه لي ما مشكلة، عندي مشكله بالعكس انه تعجبني، لانه انا كلغه قوي فانه امشي عليها بسرعه. فانت اساسا بالمستقبل انه من ندرس بعد اكثر انه مساله اللغه ما راح تكون ابدا اي مشكله. فبهذا المعنى فخلاني يعني مور خلى عندي افكار اعمق وسلاسه. من اقرا مور احس انه انا قاعد اقرا قصه، مو قاعد اقرا بس ماده علميه. بسنيل طبعا راح يكون هذا الشيء شويه مختزل، فراح تحس انه كله اناتومي 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 يعني، ولكن بالنهايه انه راح تخلص بسرعه، يعني 33 صفحه مقارنه ب 70 صفحه، ف يعني انه اختصار كثير. مو معناته انه مور بكل شيء وسنيل يعني يفتقد لبعض الاشياء، ما اعرف اذا قلت كريز ولا لا، ولكن هو سنيل. سنيل اذن بانترودكشن، وأكو تفاصيل معينة مثل ما قلت أنه تلاقيها بمصادر معينة ما تلاقيها بمصادر ثانية. فمثلا سنيل لو نلاحظ أنه الصور مالته كأنه يعني واحد قاعد يرسم، يعني كأنه شخص طو ورق وكذا وقاعد يرسم، مو أشياء يعني تحسها حقيقية أو واقعية أقرب إلى الواقع، لا تحسها أشياء جرد تشبيه تصوير، وهذا الشيء إلى إيجابياته وإلى سلبياته. ولكن بنفس الوقت أنه مثلا كان عندي intermuscular spaces اللي هي موجودة ما بين muscles of the scapula، muscles اللي ترتبط بالscapula، سويت عنها محاضرة مسبقا، ما أعرف صراحة رقم المحاضرة جيد، ولكن المهم ما لقيتها بمور، فاضطريت أروح لجريز anatomy for teachers، أخذت من عنده الصورة وما لقيت وصف لذني صراحة intermuscular spaces. ما أعرف ليش صراحة، يمكن أنه معتمد من مكان ثاني وأنا ما دورت زين، ولكن أنه أنا ما تعبت نفسي رحت لسنيل، لقيت بسنيل قلت بس اثنين صراحة، رحت لجريز يعني لقيت بالنهاية أنه كونت أنه كان ثلاثة أصلا بس. فبهذه الطريقة ما لقيت أنه بمصدر واحد، فتشت وجمعت عدة مصادر يلا طلعت عدي المحاضرة صراحة. فبهذه الطريقة أنه راح تلاقي مصادر يعني متفوقة بشيء، مصادر ما متفوقة بشيء، ضعيفة من شيء. مثلا سنيل أنا مشكلتي وياه صراحة أنه الصور قليلة، الصور قليلة، فهاي بالنسبة لي تعتبر مشكلة، الصور قليلة. وأحيانا تحس أنه الكلام اللي يقوله كلام سريع، وشري نقول أنه كلام سريع التفاصيل قليلة، ولكن يعني المعلومات هواي، التفاصيل قليلة المعلومات هواي. يعني شلون تفاصيل قليله معلومات هواي؟ يعني مثلا انه واحد يحكي لك القصه بسرعه يعني بدون ذكر التفاصيل البسيطه، ولكن يركز على الاشياء الاساسيه دون تركيز على التفاصيل اللي تخليك يمكن تستمتع اساسا بالقصه. بهذا المعنى بس مع ذلك انه سنيل في اشياء يتقدم بها على يعني كل قلت كل مصدر الى ايجابياته والى سلبياته.
بما يخص سنيل، اكو ايجابية صراحة كلش عجبتني. الايجابية صراحة اللي عجبتني هي هاي بالضبط شنو هاي صراحة ما لقيتها بس بسنيل. الفكرة شنو؟ هذا الألنر نيرف، اوكي، هذا الألنر نيرف. سنيل قاعد يتبع من بدايته لنهايته، يعني من الروس الديفيجنز البرانشز الى اخره، الى ان يوصل لاخر نقطة. هذا الشيء حلو، ما موجود بجريز ولا موجود بمور بنفس الطريقة، كل نيرف على حدة بهذا المعنى. هذا فقط الألنر نيرف، هذا الراديال نيرف متبع كله من الروتس إلى أن يوصل لكل الأجزاء، وشي يغذي بالضبط إلى أن يوصل للنهاية كل الأشياء اللي يغذيها. هذا الشيء حلو، يساعدنا على المراجعة، التذكر، المخططات جدا مهمة وجدا مفيدة بالأناتومي بهذا المعنى. فهذه من الأشياء اللي تميز سنيل وما لقيتها صراحة بمكان ثاني. هذا بما يخص سنيل. ننتقل إلى مصدر اللي هو الأطلس. فس احنا لحد الآن طبعا أخذنا، خلنا نطفي هذا حتى يصير مشكلة. أخذنا احنا هسه ثلاث مصادر، سنيل، مور، وغريز. سنيل قلنا انه هو الأكثر اختصارا، وسلفت عنه هو الأكثر اختصارا، ضعيف بالصور، اللغة مات أحيانا لأنه ما يعطي تفاصيل، فتحس أنه يريد يتحدث عن الموضوع بسرعة دون الإسهاب بتفاصيل ممكن تساعدني على الفهم والاستيعاب أكثر. غريز بصور كثيرة ولكن التنظيم مات صراحة ما عجبني. مور بصور جيدة معقولة بحيث تساعدني على الفهم، رح أواجه مشكلة من ناحية الصور إذا أريد أقرب بكتاب واحد. تفاصيل جيدة، أكو تفاصيل تساعدني على الفهم والاستيعاب. التنظيم مات هو أكثر شيء، أحلى شيء شفته، أحلى مصدر من ناحية التنظيم هو مور، لهذا السبب صراحة لأنه أهتم جدا بالتنظيم فأعتمدت مور. هذا كان على التكست بوك. الآن أكو عندنا شيء ثاني اللي هو الأطلس. الأطلس هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن كتب أو مصادر يكون بها فقط صور. هذه فائدتها شنو؟ التكست بوك يعطيك معلومات، هو أيضا مور أيضا بصور، أكيد ماكو مصدر أناتومي ما بصور، بس مو مثل موجودة بنتر. نتر الفكرة بي شنو؟ أو الشيء اللي يميزه. طبعا هذا الشخص هو مؤلف نتر، هذا عبارة عن رسام وأناتومست بنفس الوقت، فيجيب الجثث ويجيب السبيسيمنز والكادافرز ويقعد يرسمهن بالتفاصيل. ومو بس يرسمهن، مو بس انه الشيء قاعد يشوفه ويرسمه، لا، يرسمهن ويصور التفاصيل. احنا يعني من تجي للحقيقة ما راح تشوف نفس الوضوح، نتر راح يصور لك بطريقة مختلفة، بس هذا الشيء له ميزة انه راح يقرب لي الفكرة. اكو فكرة حلوة او معلومة حلوة تقول انه العين لا ترى ما لا يراه العقل، فبالاول خلي يرى العقل حتى تقدر ترى العين. نتر اللي قاعد يسويه قاعد يراويني، اوكي، يراويني اكو تفاصيل معينة. مثلا نشوف هنا، أنا مثلا انه انا لو اريد اشوف شكل حقيقي لهذا اللي قاعد اشوفه هسه حقيقي، ما راح القاه بنفس هاي الصيغة، انه اكو تفاصيل معينة اساسا راح اشوف. طيب مو نتر يقول اكو هيجي هنا، اكو هيجي شي، شو بالجثة الحقيقية ماكو هيجي شي، بس تمنى تركز هنا وتعرف انه اكو هيجي شي، هذا المكان موجود. راح تروح للجثة الحقيقية وراح تركز اكثر بعد، راح تقدر تشوفه بشكل الى حد ما جيد، ما راح اقول واضح لانه يحتاج لخبرة على مدى يعني. ننتقل الى الابر لم اللي هو موضوعنا، يعني الابر لم. فنلاحظ انه مثلا عندي اني هذه الصورة، لو اروح هسه اني اشوف جثة حقيقية تكشف لي نفس هذه الصورة، ما راح اشوفها بهذا الوضوح، او هاي او هاي او هاي، ما راح اشوفها بنفس هذا الوضوح، راح اشوفها بصيغة انه مو واضحة، هي اقل وضوحا بكثير. نتر اللي يسوي شنو؟ يصور لي اقرب شيء للواقع ويميز لي الاشياء اللي انا لازم اركز عليها حتى اتعلم. هاي الفكرة، نتر لاستغناء عنه. تقرأ بأحد المصادر، تكست بوك، سنيل، مور، غريز، شيء it's up to you، انت باللي تحبه اختاره، ولكن نتر مجبور انت عليه، ما عندك هيجي مصدر يبين لك كل هاي الأمور بهاي التفاصيل، ما عندك. فنتر، اكو طالب سألني قال لي انه اقدر اعتمد على نتر بس، لا، لانه نتر بس صور، ما بي تكست بوكس، ما بي تكست،
فبالنهاية أنه لازم تعتمد على نتر أمور، لازم عندك تكست بوك ولازم عندك نتر، ما ينفع بس نتر. بالإضافة لأنه إذا أنت حبيت تزيد معلوماتك أكثر وتكون يعني أقوى مما هو عليه، راح تروح إلى Color Atlas of Anatomy. طبعا الصورة تكشف، يعني الصورة صراحة ما تعطي حق لهذا المصدر، راح نشوفها شوي. هذا مصدر عبارة عن صور حقيقية، صور حقيقية. هذا الأبر لم مثل ما قاعد نشوف، هذه جثة حقيقية، جثة حقيقية، ومطي هنا الأرقام، الأرقام موجودة، مطي يعني التفاصيل، بحيث أن كل تفصيلة هو ذاكرها، ذاكرها بالتفاصيل الدقيقة، أوكي، وكل جزء مطي حق. هنا اللي يفيدني شنو؟ طبعا هذه الصورة تختلف تماما عن الصور اللي شفناها بنتر، نتر أوضح بكثير، هذا بتفاصيل شو ما أقدر أشوفها بنفس الوضوح هناك إلا إذا ركزت أكثر. طبعا هذا لا يعني مثل ما قاعد نشوف يعني يعني بعد يتقدم شوي لقدام تصير بعد تفاصيل أكثر، مثل هذه الصورة إنه هاي أنا من راح أروح للمشرحة راح أشوف هيك صور، إذا يعني إذا لازم أركز بي حتى أعرف كل تفصيلة مين قاعدة تروح وين قاعدة تجي. هذا راح يعني راح يزيدني كلش، لأنه بالنهاية أنا ما راح يجيني نتر بالامتحان ولا راح يجيني مور، الصور الموجودة بمور والنتر يمكن ما تجيني، تجيني هاي الصور بهذا المعنى. طبعا الجامعات اللي تعتمد على الصور، أما الجامعات اللي تعتمد على الكادافرز الحقيقية أو إنه يعني البلاستيكية الموجودة باللابس الأناتومي لابس، فرح تكون هاي رح جدا تساعدك، لأنه هي بالنهاية أنه إحنا رح نشتغل على شيء حقيقي، ما رح نشتغل على نتر، ما رح يكون يعني ما رح يجيبونا لعابات، رح يجيبونا بني آدم حقيقيين، فهذه رح تساعدك جدا ورح تطور منك جدا بهذا المعنى، ورح تخليك يعني تعرف كل التفاصيل، كل تفصيلة بالجسم تقدر تشوفها. فمن تشوف جثة حقيقية أو من تشوف شخص، مو جثة حقيقية يعني أنه جسم حقيقي، أنه بالنسبة لك هذا رح يكون يعني رح يساعدك جدا. بالنهاية حتى أختم هذه المحاضرة، فحب أقول لكم أنه أنت اللي تحدد شنو المصدر اللي تختاره حتى تدرس به، ولكن كل المصادر توصلك لنفس النقطة. فأنا محاضراتي أعملها بشكل أساسي على مور، ولكن ما أعتمد فقط على مور، ومحاضراتي اللي أسويها أنت ممكن تستفاد منها، ممكن أكو ناس بالإمارات تستفاد من أدها، تفهم اللهجة مالتنا، يحبوها أساسا اللهجة العراقية، ما أعرف ليش، بس أنه أو أكو يعني أماكن ثانية أنه يفهمون على اللهجة مالتنا، يعتمدون على المحاضرات ملاتي بعد. يعني قناتي مكنش مشتهرة، ولكن هم شخصيات قليلة جدا. تقدر تعتمد على محاضراتي بأي جامعة كنت، بأي جامعة كنت بشكل حرفي، سواء كنت داخل العراق ولا خارج العراق، إذا فهمت اللغة. مشكلتك راح تكون باللهجة واللغة، إذا كنت خارج العراق داخل العراق ما راح تواجه هاي المشكلة. فبالنهاية انه وين ما كنت هاي المحاضرات راح تنفعك، مو لانه انا طالب من جامعة الكوفة او انت طالب من جامعة بغداد ما راح تقدر تفهم محاضراتي، لا، انت راح تقدر تفهم محاضراتي لانه هي على الجسم البشري، وجسم البشري واحد، والمصادر كلها تعطيك نفس المعلومات بفروق بسيطة ذكرتها قبل شوية، وهذا كان كل شيء بهذا المعنى. فأساسه يعني معلومة، أنا أساسا ما أعتمد على جامعة الكوفة تأخذ سنيل، أنا أخذ مور وراح أمتحن وأكيد يعني راح أنجح، بهذا المعنى هي تعتمد على سنيل، أنا أعتمد على مور، راح يوصلنا لنفس النتيجة. هذا الشيء المهم اللي لازم نعرفه بهذا المعنى. طبعا أتمنى منكم أنه إذا عجبكم المقطع لايك، ما أعرف ليش اللايكات قليلة، لايك أو سبسكرايب، وشاركوا المحتوى، لأنه قاعد أتعب جدا بالقناة، قاعد أحاول صراحة أنه أقدم كل شيء أقدر عليه، والغاية عندي هي أنه نتطور، الغاية عندي أنه نتطور نتعاون، فتعاون شيء حلو وإحنا جدا محتاجين بهذه الفترة. نلتقي بمحاضرة أخرى.